صباح الخير. بتحبي الزرع؟ بتحبي زرع ايكيا بس مستغلياه؟ نفسك يبقى عندك زرع كتير في البيت وتكلفته قليله. بيبي الفيديو ده عشانك. والله يا جماعه انا عشان اكمل الستايل اللي انا عاملاه في الشقه بتاعتي لقيت ان انا محتاجه زرع كتير. شكل الزرع اللي عجبني موجود في ايكيا، في نفس الوقت موجود اللي عجبني كان حجمه واحد، وانا كنت محتاجه مثلا احجام. دورت ما لقيتش، قلت طب خلاص مش لازم الستايل اللي انا عايزاه، اجيب حاجه تانية، اشوف حاجه تانية. الاقي زرعه صغيره كده سوري قد التفه ب 190 جنيه. ليه؟ لما الصغيره 190 جنيه امال اجيب الكبيره بكام؟ قلت لا، هنا بقى لازم تظهر قدراتي وامكانياتي وفنياتي. قلت ابدا، الكاميرا اتهزت، قلت ابدا انا لازم اقف واقفه هنا مع نفسي وانا اعمل ديكورات بيتي بنفسي. وقد كان بيبي النهارده هنعمل الزرع بتاع الريسبشن والمطبخ بتاعي، برطمانات المايونيز، برطمانات الصلصه، برطمانات البن مش هتقول لا، الكوبايات البلاستيك، كرتون، اي حاجه اي حاجه عندك هنقدر نعمل بيها زرع. مي هاتي مشروبك المفضل، تعالي بقى اتفرجي على الفن ويلا بينا. اول حاجه عشان اعمل زهريه زرع الشكل اللي عاجبني جبت الحجم اللي انا عايزاه، البرطمان اللي انا عايزاه، بعد كده شكل الزرع اللي انا عايزاه برضو، يعني لو انت عايزه صبار ايا كان الشكل اللي انت حباه، والفوم والخيط الخيش ده بيبقى احجام الحجم اللي انت عايزاه او الشكل اللي انت عايزاه، ومسدس الشمع. وهبدا ان انا الزق الخيط على البرطمان ده كله، اعمل حته حته. هذه كده خلصت شكلها من بره، هستنى بقى تنشف واشيل الشمع كله اللي مبهدلها ده. يجي بعد كده مرحله الفوم ولا الفل اسمه ايه، ما علينا، يعني هو ده. بحشيها من جوه علشان ده اللي هيدخل فيه الفروع. وده كده شكلها النهائي. عايزه اعمل منها احجام بقى علشان في ارفف عندي صغيره اللي بتاعه المطبخ احط فيها، يبقى شكلها رقيق كده وكيوت. فممكن اجيب حاجه تانية، ممكن اجيب الكوبايات اللي هي البلاستيك دي، ممكن اجيب برطمان اصغر على حسب الشكل اللي انا عايزاه. انا دخلت فتشت في الدرج اللي احنا بنشيل فيه المعلبات والحاجات دي وشفت الحاجات اللي انا عايزاها، فبرضه هعمل كده بنفس الشكل وبنفس الطريقه اللي ورتها لكم. هعمل كذا شكل واوريكم الاشكال اللي عملتها. في كمان احجام واشكال من الخيوط، في الخيط الرفيع ده وفي خيط ارفع منه كمان على حسب الشكل اللي انت عايزاه. في الخيط ده تخين كده وشكله زي السنبلة، واللي انا عملت بيه اللي هو عامل زي الضفيرة، كذا شكل على حسب الشكل اللي انت عايزاه. لوح المكلبز اللي عايز يتفرج بطوطة على الكوباية بنفس الشكل دي، بقى بقوم مضيقها كده عشان تبقى اقصر، عشان تبقى صغيرة كده الفرع بتاعها. طبعا مش قادره اقول لكم الاوضه اتبهدلت لان المفروض ان انا ايه افرش حاجه وانا ما عملتش كده، فمش قادره اقول لكم منظر الاوضه عامل ازاي. بصوا الفرع بيبقى قد ايه، انا بعمل كده عشان يبقى قصير ومليان على حسب الطول اللي انا عايزاه. صغنطوره واموره وكيوت، اظبطها بس كده. شايفين منظر الارض؟ عامل الصغنطوره الاموره دي بلاستيك، اول واحده كانت ازاز والباقي بلاستيك، وجبت دي قلت عشان لو احتجتها برضو اعمل الاحجام اللي انا عايزاها وهوريكم في الاخر. بصوا عشان عايزه اوريكم حاجه، يعني مثلا ادي الكوبايه الصغيره عملتها بس في الحته دي السن ده بارز وممكن يتنح معايا في الخيط الرفيع، اقوم على طول جايب الخيط العريض واعمل له كده اطار هيبقى كده. كده كده مش هيبان قوي من الزرع، ولو بان حتى شكله حلو ومتناسق وجميل. علشان الاسئله اللي هتسالوها لي صح،
الزرع جايباه من ضرب البرابره في العتبه، تلاقوه في اي محل بتاع زرع صناعي. واحده الحزمايه الواحده دي كانت ب 45. الفوم من اي محل عنده اجهزه، انا واخده من الاجهزه الكهربائيه بتاعتي. الخيط ده انا هتلاقي منه في العتبه، وانا لقيت شكل واحد الباقي ما لقيتوش، فطلبته اونلاين. لقيت بيج كده قدامي جروب قلت طالبه منه. اهي الصغنطوره القمر. وكده دي الاحجام والاشكال اللي انا عملتها. عملت كذا حجم على اساس لما اروح اشوف انهي الاحلى وايه هيتحط فين. بس دول اعتقد هيبقوا حلوين جدا للمطبخ، الصغنطتين دول. ودول اللي بره زي كده شكلهم. حبيت، احلى من بطاقه ايكيا كمان. وبس كده، لو عجبكم شكل الزرع قولولي، شكله بسيط وجميل. وعايزه اقول لكم انا نزلت صورته على الانستجرام دلوقتي وانا بعملهم، وقلت لهم ايه رايكم، وكله قال لي تحفه وجميل ومنين، ومحدش خالص علق انه ممكن يكون هاند ميد او انا اللي عاملاه. فبجد شكله جميل جدا ومش مكلف، يعني الحاجه اللي هتجيبيها هتعملي بيها حاجات كتير. زي ما قلت لكم انا لغايه دلوقتي عامله زرعه ونص من دي، واللي هي الواحده ب 45 جنيه. فهم بصوا عملوا لي كام واحده، والعلب هتلاقيه موجوده عندك، الشمع والمسدس موجودين عندك. مش مكلفه خالص. البتاع ده المتر منه كان مش عارفه ب 4 جنيه او 5 جنيه حاجه كده. الموضوع مش مكلف وحلو، وتقدري تعمليه وسهل جدا. وبس كده، لو عجبكم اعملوا لايك. لو عايزين افكار تانية لحاجات هاند ميد، ديكورات وكده، لو عجبتكم قولوا لي. وبس كده، اشوفكم فيديو جديد. باي باي.